معنا اليوم في إطار عملنا المستمر لتفعيل آلية التعاون الثلاثية التي انطلقت أساساً للبناء على ما يجمع بلادنا من تاريخ مشترك ومصالح مشتركة، وبهدف أن نعمل بشكل عملي منتج لزيادة التعاون بما ينعكس خيراً على بلادنا وعلى منطقتنا بشكل عام، وعبر منهجية عملية تحقق التكامل الاقتصادي وتعطي الفرص على قاعدة من النفع المشترك، وبما ينعكس أيضا على سعينا المشترك زيادة التعاون الإقليمي وتقديم أنموذج في هذا التعاون الذي يبني على الكثير الذي يجمعنا. نحن ننطلق من اقتناع راسخ بأن في عملنا المشترك مصلحة مشتركة لنا جميعا، نمضي في تنفيذ توجيهات القادة، القيام بكل ما هو لازم من أجل تفعيل التعاون وتعميقه في مختلف المجالات. وعلى مدى السنوات الماضية استطعنا أن نتفق على عديد مشاريع العمل مستمر من أجل إنجازها. وأيضا اجتماعنا اليوم يأتي للتأكيد على وقوف جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته، ركيزة لأمن منطقتنا وضرورة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تعلمون العراق الشقيق حقق نصرا تاريخيا كبيرا على العصابات الداعشية في الماضي، و بدأ عملية إعادة البناء والإعمار بشكل ثابت وواضح، ورأينا نجاح هذه العملية تبدى في المرحلة الأخيرة بنجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة التي نتطلع للعمل معها من أجل المضي في عملنا المشترك وتعزيز تعاوننا. اتفقنا اليوم على أن نستمر في الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية و الاجتماعات القطاعية أيضا، وسنلتقي إن شاء الله قريبا في بغداد للتحضير للقمة التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة إن شاء الله العام القادم. ولقاؤنا اليوم كان أيضا فرصة للحديث حول عديد قضايا إقليمية في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة بيننا، وركزنا كما هو متوقع بداية على قضيتنا المركزية الأولى، القضية الفلسطينية، وجهدنا المشترك لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن ماضون في تعاوننا، مستمرون في العمل المؤسساتي العملي الممنهج من أجل أن نخدم مصالحنا المشتركة. وكما أكدنا دائما، آلية التعاون الثلاثي هي آلية لخدمة مصالحنا المشتركة ولخدمة العمل العربي المشترك، وخطوة على طريق تفعيل العمل العربي المشترك، وهي آلية نرى فيها نفعا لدولنا ونرى فيها نفعا للمنطقة، وهي مفتوحة على كل الأشقاء الذين يرون أيضا نفعا لهم في العمل في إطارها. فمرة أخرى صاحبي المعالي، و اجتماعنا اليوم كان اجتماعا مثمرا، كان اجتماعا ناجحا، أكد أننا نريد أن نستمر في العمل معا، أكد أننا نريد أن نستمر في التعاون والتنسيق والتشاور، أكد أن مصالحنا مشتركة وأن هدفنا واحد، وهو خدمة قضايانا العربية وخدمة مصالحنا وخدمة الأمن والاستقرار والإنجاز والرخاء في المنطقة. فأرحب بكما مرة أخرى صاحبي المعالي، وتفضل الأخ سامح ثم يختم الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز معالي الوزير أيمن، أخي العزيز معالي الوزير دكتور فؤاد، في البداية نتوجه لأخي أيمن بالشكر والتقدير على دائما حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، ونشعر حقيقة عندما نكون في الأردن بأننا بين الأشقاء، ونشعر بسعادة دائما غامرة بهذا الجو الأخوي الذي يجمعنا.
آلية العمل الثلاثي هي آلية في المقام الأول الهدف منها هو تعزيز الروابط القائمة بالفعل فيما بين الدول الثلاثة، الاعتماد على التكامل الذي يقوم فيما بينهما والفرص المتاحة الاقتصادية وأيضا المجال للتنسيق والتبادل الرؤى اتصالا بالقضايا الإقليمية ولتحقيق الاستقرار والعمل المشترك على تحقيق المصالح فيما بيننا. نحن بفضل توجيهات القادة نعمل على توثيق هذه العلاقة، على استكشاف مواضع التعاون التي تصب في مصلحة شعوب البلدان الثلاث، ونستمر في أيضا العمل على التنسيق الوثيق ودعم العراق، ونهنئ على ما تحقق من التوصل للعملية السياسية وما تنبئ إليه من استقرار وسيادة ووحدة الأراضي العراقية واستمرار العراق كمكون رئيسي في إطار العمل العربي المشترك وتدعيم الاستقرار في المنطقة. إن شاء الله مجالات التعاون اللي سبق وأن تم تناولها فيما بين الدول الثلاث والإجراءات التي قد تتخذ لوضعها موضع التنفيذ كانت محل نقاشنا اليوم، وستستمر في التواصل كما تفضل أخي معالي الوزير أيمن بأن نجتمع مرة أخرى في العراق بصحبة وزراء المعنيين في المجالات الفنية لاسترجاع كل الخطوات التي اتخذت وأيضا تناول ما نحتاج إلى عمله لدفع قدما بتنفيذ هذه المشروعات المختلفة، وأيضا استشراف مجالات التعاون الأخرى التي قد نطلع بها. المرحلة القادمة بالتأكيد الدول الثلاثة تواجه تحديات عديدة مرتبطة بالجو المناخ الجيوستراتيجي الجيوسياسي القائم، الضغوط الاقتصادية المترتبة على الأزمة الأوكرانية والأمن الغذائي وأمن الطاقة وما يفرضه من تحدي، كل ذلك يعزز من الحاجة إلى مزيد من التعاون فيما بيننا لمواجهة هذه التحديات. وبالتأكيد إنه التضامن والعمل المشترك من شأنه أن يزيد من قدرتنا على ذلك. سوف نستمر إن شاء الله في اتصالاتنا ونأمل بأن يكون في هذا الإطار نموذج لتوسيع أيضا العمل العربي المشترك بصفة عامة، وسوف نستمر بإطار أن هذا هو عمل ليس الهدف منه إلا تحقيق المصلحة وليس بأي حال من الأحوال الغرض منه أي نوع من قصر العمل، وإنما توسعته وتفاعل مع بقية الأطراف على المستوى الدول العربية أو المستوى الإقليمي أمر يهمنا، ونعمل على النهاية أن يكون لهذا التعاون عوائده المباشرة على المواطنين وعلى تحقيق الاستقرار وعلى السير قدما في إعلاء قيم التعاون على أسس الاحترام المتبادل والأرضية المشتركة التي تجمعنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي الأخ أيمن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأيضا أود أن أشكر معالي الأخ سامح على عقد هذا الاجتماع وتناول مجموعة من المواضيع اللي تهم الدول الثلاثة. آلية العمل المشترك الثلاثي هي آلية تعود إلى حكومة الأخ عادل عبد المهدي
مرورا بحكومة الأخ مصطفى الكاظمي من الناحية من جانب العراقي، والآن حكومة الأخ محمد شياع السوداني. فهذه الآلية هي آلية عبرت الحكومات الثلاثة في العراق، وآلية نستند إليها للعمل المشترك في مجالات مختلفة، سواء المجال الاقتصادي أو التنسيق السياسي والعمل المشترك في المجال الدولي. وتم في هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع واللي لها علاقة بخاصة المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى أيضا التطرق إلى مؤتمر القمة أو مؤتمر بغداد النسخة الثانية، والذي ينعقد في عمان في 20 من هذا الشهر. وأيضا تمت الإشارة في اجتماعاتنا اليوم، تم الإشارة إلى اجتماع القمة العربية الصينية اللي ينعقد في الرياض. هذه الآلية مهمة لاستمرارية العمل، وتستند إلى أيضا منطلقات عراقية، السياسة الخارجية العراقية تستند إلى خلق حالة التوازن في العلاقات، وخاصة في العلاقات مع دول الجوار. والسياسة الخارجية العراقية تهتم كثيرا بتقوية العلاقات مع جميع دول الجوار العراقي. فهذه الآلية ضمن علاقات أولا دول الجوار العراقي، ولكن أيضا ضمن إطار تقوية التعاون الاقتصادي. وهناك تحديات كبيرة تواجهنا كما ذكر، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي، أمن الدوائي، أمن الطاقة. هذه تحديات لأنها تحديات كبيرة وتتخطى الحدود الوطنية، نحتاج إلى علاقات إقليمية ودولية لكي نواجه هذه التحديات. درسنا هذه المسائل، وسوف يتم عقد اجتماعات قادمة سواء في بغداد أو في أماكن أخرى، ونتطلع إلى القمة الثلاثية في القاهرة. وشكرا جزيلا. شكرا معليك. معنا وقت يمكن لسؤال أو سؤالين فقط، ترى دائما بتحيرونا هيك. تفضل. يعطيكم العافية. متى من المتوقع معالي أيمن الصافدي، أي متى من المتوقع تنفيذ المشاريع بين الدول الثلاثة على أرض الواقع؟ وهل تطورات مشروع الربط الكهربائي، هل المشروع مستخدم فيه الغاز المصري؟ يعطيكم العافية. شكرا. العمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع مستمر وماضي. أنجزنا الكثير فيما يتعلق بالبنية القانونية لهذه المشاريع والتحضيرات الاقتصادية. فيما يتعلق في المنطقة الصناعية العمل مستمر، وتم توقيع اتفاقيات للمضي بها. الربط الكهربائي تم توقيع الاتفاقية وبدأ العمل على الأرض من أجل الربط الكهربائي. كما تعلم هنالك ربط كهربائي قائم ما بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة. الآن بدأ العمل على الربط الكهربائي أيضا مع أشقائنا في العراق، والهدف هو أن نربط الشبكات الثلاث حتى يكون هنالك تعاون مستمر في هذا المجال. أيضا على مستوى التعاون التجاري الاقتصادي أيضا تم توقيع عديد الاتفاقات وبدأ تنفيذها. في قطاع النقل أيضا تم تنفيذ التوافق على عديد من المجالات. فبالتالي الإنجاز مستمر، هو متدرج. ثمة ظروف سياسية إقليمية حالة ربما دون أن نمضي بالسرعة التي كنا نريدها. أشقاؤنا في العراق كان عندهم عملية سياسية كان يجب أن تنتهي، والحمد لله انتهت بنجاح حتى نستطيع أن نستعيد الزخم. فبالتالي العمل مستمر، التوافق موجود، التنفيذ بدأ. بعض المشاريع تأخذ أكثر من غيرها نتيجة لطبيعتها وظروفها وما تحتاجه من إمكانيات ومن تحضيرات، لكن كما قلت الرؤى واضحة، الإرادة موجودة. التعريف العملي للمشاريع التي فيها فائدة مشتركة تم، والإنجاز مستمر، لكن نتدرج فيما يحقق الفائدة من ذلك. فبالتالي العمل قائم إن شاء الله، والإنجاز مستمر. تفضل.
شكرا معاليك. صباح الخير جميعا، انا حيدر العبدلي من قناه الحره. معاليك، تحدثنا عن مؤتمر الشراكه والتعاون الذي اطلقه ماكرون في بغداد العام الماضي. ماذا سيركز هذا المؤتمر كما تحدث معالي فؤاد حسين في عمان هذه المره، وهل ستكون لبنان حاضره باعتبار ان المؤتمر السابق في بغداد لم تكن لبنان حاضره فيه؟ سؤالي لمعالي فؤاد حسين، يعني تحدثت عن تحديات الأمن الغذائي والطاقة والمياه وغيرها، ماذا عن التحديات السياسية واستمرار انتهاك إيران وتركيا لسيادة الأراضي العراقية؟ ألم يحن الوقت الآن لتعاون عربي لوقف هذه الانتهاكات؟ شكرا. سيدي، قضايانا العربية كلها حاضرة عندما نلتقي، فنحن أمننا مترابط، اقتصاداتنا مترابطة، وبالتالي كلما نجتمع كل قضايانا مطروحة. واليوم أعتقد تحدثنا عن كل القضايا التي تهمنا والتي يشكل حلها إسهاما في تحقيق الأمن والاستقرار. مؤتمر بغداد انعقد لدعم العراق، وبالتالي العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر هو كيف نعمل معا من أجل دعم العراق الشقيق، دعم أمنه، دعم استقراره، دعم سيادته، دعم اقتصاده، دعم إنجازاته. وهذا هو موضوع المؤتمر، وبالتالي عندما نلتقي، وكما تعلمون نحن نحضر الآن لاستضافة النسخة الثانية من هذا المؤتمر إن شاء الله هذا الشهر، والهدف هو أن نستمر على الزخم الذي كان بدأ في مؤتمر بغداد، من أجل مرة أخرى الموضوع الأساس هو كيف نقف إلى جانب العراق الشقيق، لأن كما نؤكد دائما، كما يؤكد قادتنا دائما، لابد من أن ندعم العراق بكل إمكاناتنا، لأن في دعم العراق هو دعم لنا، دعم لمصالحنا، دعم لاستقرارنا، ودعم لقضايانا أيضا. فهذا هو هدف مؤتمر بغداد، وسيبقى مؤتمر بغداد يركز. وكان جلالة الملك كما تعلم استقبل دولة رئيس الوزراء العراقي، وكان التقى أيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه اللقاءات هي في إطار العمل المشترك بين دولنا الثلاث من أجل أن نتفق على الخطوات العملية القادرة على أن تمكننا من تعظيم قدراتنا على مواجهة التحديات، وهي كثيرة كما ذكر أخي سامح وأخي فؤاد. نحن الآن نواجه، إضافة إلى الأزمات السياسية التي ما تزال تعصف بمنطقتنا، نواجه تحديات اقتصادية مردها الوضع الدولي. الأزمة الأوكرانية تركت تبعات كبيرة على العالم كله. كنا في جولة في أوروبا، وحجم التضخم في بعض الدول وصل إلى 20-30%، أسعار الطاقة في ارتفاع مستمر. فكل هذه قضايا تستوجب أن نعمل معا، ونحن قادرون بعملنا المشترك على الأقل أن نخفف من حدة انعكاسات هذه الأزمات على بلداننا، وأن نضع آلية عمل مؤسساتية ممنهجة لأن نواجهها معا ونخدم مصالح. شكرا جزيلا. أولا، إذا اسمح لي معالي الوزير أيمن أن أتحدث عن النقطة الأولى اللي لها علاقة بمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون. المؤتمر كان يسمى مؤتمر بغداد، ولا النسخة الثانية أيضا بغداد. هذا يعني أن المؤتمر انعقد أساسا لدعم العراق واستمرارية دعم العراق، فهذا مهم. وحينما نتحدث عن دعم العراق واستمرارية دعم العراق من قبل الدول اللي تشارك في هذا المؤتمر، هذا يعني أيضا دعم سيادة العراق. وفي المؤتمر الأول في بغداد شاركت تركيا وإيران أيضا في المؤتمر، ونتوقع أن يشارك أيضا في المؤتمر القادم. بالنسبة للتدخلات الخارجية في العراق، التدخلات عديدة كانت، وفي هذا الصدد نحن في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل. هناك مشاكل تعود إلى الماضي بعضها، وهناك مشاكل أنه هناك تواجد بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية. لدينا التزامات، وهذه الالتزامات تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة
تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، ولكن في نفس الوقت لا يمكن القبول بالهجوم على الأراضي العراقية. إذن يجب أن تحل هذه المشاكل عن طريق الحوار، ونحن في تواصل مستمر مع العاصمتين لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، وأيضا لمنع هذه المنظمات أو التنظيمات بالقيام بالعمليات ضد الدول المجاورة. شكرا جزيلا. لن أضيف إلا طبعا ما أكده معالي الوزراء فيما يتعلق بالهدف من مؤتمر القادم، وهو دعم العراق، دعم العراق لاستعادة استقراره، لتدعيم وتأكيد سيادته ووحدة أراضيه، والتعامل فيما بين الشركاء لمواجهة التحديات، وأيضا تجاوز الآثار اللي ترتبت على العمل البطولي اللي قام به العراق في مقاومة والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي لم تكن تستهدف العراق ولم يقاومها نيابة عن العراق ولكن نيابة عنا جميعا. فهذا عمل أدى إلى تضحيات وأدى إلى تأثير على المخدرات العراقية، وبدون شك أنه لابد أن يكون هناك تضافر في جهود الدول العربية والدول الشركاء لدعم العراق وتجاوز هذه التحديات. ونحن دائما نحضر في كل مناسبة تؤدي إلى تعزيز قدرات العراق، وأيضا إمكانية أن تكون العراق عنصر أساسي في الأمن القومي العربي الفترة الماضية وملابساتها وما أصاب العراق كان له تأثير سلبي على الحفاظ على الأمن القومي العربي واستمرار العمل العربي المشترك. نحن نتطلع إلى المرحلة القادمة لأن نتجاوز ذلك، وبالعكس يكون للعراق دوره الفاعل المؤثر في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن للمنطقة جمعاء. أنا أضيف أنه من ضمن الأمور اللي تناولناها وتناولنا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الثلاثة، ولكن أتيح لي أيضا أن أتوجه بالشكر العميق لكل من العراق والأردن على ما نلقاه من دعم وتأييد قوي للأمن المائي المصري. هذه مواقف ثابتة، مواقف نعتز بها، مواقف مؤكدة للتضامن والإدراك الكامل لما تشكله هذه القضية من أهمية بالنسبة للشعب المصري. مرة أخرى وبشكل علني أتوجه بالشكر لهما على هذه المواقف القوية النبيلة التي نعتز بها كافة الشعب المصري. شكرا. شكرا معاليك. والأمن المائي المصري هو جزء من الأمن القومي العربي، ونحن دائما معكم بشكل ثابت بتوضيح توجيهات واضحة من قيادتنا في هذا الشأن، فكل الدعم والدعم مطلع كما تعرف في هذا المجال. شكرا لكم، الوقت لم يسعفنا، اسمحوا لي في ارتباطات قادمة. كل الشكر لكم، وأشكر صاحبي المعالي مرة أخرى على تشريفهما لنا في بلدهما الثاني، وإن شاء الله العمل والتنسيق المنجز النافع مستمر. شكرا لكم.